بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، كنت أتأمل قبل قليل اسم محمد في القرآن، اللهم صل على سيدنا محمد. الحقيقة الملحدون يدعون أن النبي عليه الصلاة والسلام استفاد من دعوته أو من صناعته لهذا الدين كما يقولون بالسلطة، المال، النساء، هكذا يدعون، والفيديوهات موجودة على الإنترنت. طيب، إنسان بهذه المواصفات أراد السلطة وأراد المال وأراد النساء وأراد الدنيا وأراد السيطرة وصدر العنف والإرهاب والقتل والذبح وغير ذلك. إنسان بهذه المواصفات كيف يتحدث عن نفسه في كتابه؟ هذا السؤال. لابد أنه سيمجد نفسه كثيرا وسيصنع من نفسه إلها على الأقل، أو شريكا لله، أو يقول أنا ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولكن أنا تفاجأت حقيقة أن أول مرة ورد ذكر اسم محمد في القرآن، طبعا اسم النبي محمد تحديدا، كلمة محمد ذكرت في القرآن 4 مرات. أول مرة في سورة آل عمران. استغربت الحقيقة من هذه الآية. يعني أنتم أيها الملحدون تقولون صنع دينا لنفسه. طب عندما يذكر اسمه لأول مرة في كتابه الذي هو ألفه كما تدعون، يقول فيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني أول مرة يذكر اسمه في الكتاب الذي أراد أن يكون عنيفا ويدعو للقتل وكذا والسيطرة. يقول لهم: أنا مجرد بشر، أنا مجرد رسول. ويحدثهم عن موته. إذن أيها الأحبة، هذه الآية كفيلة أن تثبت أنه رسول الله، لأن الدكتاتور لا يفعل ذلك. الدكتاتور يقول: أنا الخالد، أنا سأكون مخلدا، أنا سأكون كذا، أنا أكذا. أما أول آية يحدثهم عن موته ويقول لهم: أنا سأموت، انتبهوا انتبهوا، أنا سأموت، فلا تنقلبوا على أعقابكم. ويختم الآية: وسيجزي الله الشاكرين. وسيجزي الله الشاكرين، يذكرهم بالله عز وجل. طيب هذا يدل على أن هذا الكلام ليس كلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذا أسلوب إله يتحدث، يخاطبنا ويقول لنا: انتبهوا، النبي محمد هو رسول، إياكم أن تعبدوه، إياكم أن تجعلوه إلها كما فعل النصارى، جعلوا من النبي عيسى وهو عبد من عباد الله جعلوا منه إلها، إياكم أن تفعلوا ذلك. طب يا أخي، على الأقل على الأقل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش وسط مشركين يجعلون من الحجارة آلهة، ووسط نصارى كان في يعني في مكة وفي المدينة وفي كل مكان كان موجود النصارى الذين يدعون أن عيسى ابن الله. على الأقل إما أن يجعل نفسه إلها أو يقول لهم: أنا ابن الإله، لو كانت القضية يعني كما تقولون أو تزعمون. ولكن هو ذكرهم أنه مجرد رسول، إياكم أن تنقلبوا على أعقابكم إذا مات هذا الرسول، لأنه بشر. إذن أيها الأحبة، الآية الأولى تتحدث
عن موت النبي صلى الله عليه وسلم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تحذرهم أن يرتدوا على أعقابهم. الآية الثانية: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، أيضا تؤكد أنه رسول وليس إلها. طيب الآية الثالثة، الله تعالى يقول في سورة محمد: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. إذن آية تتحدث عن ضرورة الإيمان بما نزل على محمد، إذن يؤكد لك أن محمد هو عبد لله سبحانه وتعالى، يؤكد لك أن هذا القرآن أنزل عليه ليس كلامه. يعني أنا سؤال آخر، إنسان أنتم تقولون صنع دين لنفسه وصنع كذا وكذا وكذا، وكانت لديه قوة هائلة وكان مطاعا في قومه وكان يعطي الأمر فينفذ وكذا، يعني كان يسيطر كما تقولون. طب لماذا يقول أنا أنزل علي من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم يفتخر بنفسه مثل كل العرب وكل الشعراء وكل العباقرة وكل الأدباء والمفكرين ينسبون العلم لأنفسهم؟ لماذا ينسب هذا القرآن لله عز وجل؟ ما هو الهدف؟ ولا شيء. ويحدثهم عن موته وعن ضرورة الإيمان بما أنزل عليه من قبل الخالق عز وجل. إذن هذه الآية أيضا تؤكد أنه بشر. إذن أصبح لدينا ثلاث آيات ذكر فيها اسم محمد. الآية الرابعة في سورة الفتح: محمد رسول الله. سبحان الله، تؤكد أيضا أنه رسول. طب لماذا هذا التأكيد أربع مرات؟ ليقول لك الله: إياك أن تعبد محمدا، أعبد رب محمد سبحانه وتعالى. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. طيب ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن هنا أيضا تأكيد على أنه رسول الله وتذكير بأن الله هو من وعد المؤمنين بالأجر العظيم والمغفرة. إذن أحبتي في الله، يعني أنا عندما أقرأ هذه الآيات أشعر بالبصمة الإلهية. لا يوجد كلام بشر هنا. الدكتاتور الذي تتحدثون عنه الذي استفاد من السلطة والمال والجنس والنساء وكذا وكذا ليس له أثر في هذا الكلام. أنتم تتحدثون عن شخص آخر. أنا أرى أمامي هنا كلام إله الكون يقول لنا: هذا النبي محمد هو رسول وهو عبد وهو بشر، وحتى إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل لا أملك، قل دائما كلمة قل في القرآن أو غالبا تعني قل يا محمد، قل يا محمد. طيب قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو يقول لنا أنا لا أضر ولا أنفع. طيب بالله عليكم، اليوم شخص إنسان ضعيف
لديه القليل من السلطة، يقول لك أنا أستطيع أن أضر وأنفع وأفعل 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 كذا وكذا. طيب هذا رسول الله يتبعه ملياري إنسان اليوم، 2 مليار إنسان يتبعونه، يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا ويبدأ بكلمة قل ليؤكد أن هذا الكلام ليس كلامه، الله يقول له قل. طيب لماذا هذا الأسلوب لا نجده إلا في القرآن؟ سؤال للملحد الذي يدعي أن النبي صنع دينا لنفسه، لماذا أسلوب قل لا نجده إلا في القرآن؟ أعطوني كتاب فيه قل، لا يوجد ولا كتاب. اقرأوا الكتاب المقدس، اقرأوا الكتب المحرفة، اقرأوا كتب الأدباء والشعراء، لا يستطيع أحد أن يدعي أن الله قال له قل كذا. وإذا كتب ذلك سيتهم بالكذب ولن يصدقه أحد، بينما نجد هذا القرآن يتبعه 2 مليار مسلم اليوم. إذا أيها الأحبة، يعني مثلا خذوا هذه الآية، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل يا محمد إني نهيت، ليس هو الذي نهى، نهيت من قبل الله، يعني يقول لهم الله هو الذي نهاني أن أعبد من دونه. طيب يعني قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. كما قلت لكم أيها الأحبة، هذا الأسلوب أسلوب إلهي، ليس أسلوب بشر. إذا أردنا أن ننظر نظرة حيادية لهذا النص، نص يبدأ بكلمة قل ويقول لهم ليس عندي خزائن الله، لا أعلم الغيب، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ولا أقول لكم إني ملك، لا أدعي لا أنني ملك ولا ملك ولا أي شيء، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أنا مجرد مبلغ ورسول أنقل لكم هذا القرآن. طب لماذا يفعل ذلك؟ طب أعطوني مثال في التاريخ، يعني إنسان جاء بكتاب مثل القرآن، كتاب يعني رائع جدا، تعاليم فيه كل شيء، فيه التشريع وفيه الأحكام وفيه الإعجاز وفيه القصص وفيه البلاغة، ثم يقول لهم هذا الكلام ليس كلامي، أنا مجرد ناقل ومجرد مبلغ، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ يأمرهم أن يشغلوا عقولهم، يقول لهم تفكروا، هذا كلام إله عظيم ليس كلامي، والنبي مات ولا يملك من متاع الدنيا شيئا كما تعلمون، مات ودرعه كما في البخاري مرهونة عند يهودي على 30 صاعا من شعير. يعني كيف تقولون استفاد ماديا؟ يعني لم يستفد ماديا. طب هل كان يعيش في قصر؟ لم يكن يعيش في قصور. هل كان لديه مزارع وأراضي وكذا؟ لم يكن لديه ذلك. إذن أفلا تتفكرون؟ إذن أيها الأحبة، هذه الآيات التي ذكر فيها اسم محمد في القرآن الأربعة، وكل آية من آيات القرآن إذا نظرنا إليها نظرة حيادية نلمس الكلام الإلهي ونلمس البصمة الإلهية في هذا الكلام، ولا بد أن نعترف أنه رسول صادق في دعوته إلى الله تبارك وتعالى، وأنه بالفعل اتبع ما يوحى إليه من ربه،
وأنه ينبغي علينا أن نفكر ونتفكر، لأن هذا النبي لم يستفد شيئا من دعوته إلا أنه أرضى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.